قول الوزير يسمع راسه، قول الوزير يسمع راسه، وهذا التمريض احنا ناسه، هذا التمريض احنا ناسه، قول الوزير يسمع راسه، قول الوزير يسمع راسه، وتحية نضالية، وتحية نضالية، أوطة التمريضية، أوطة التمريضية، وهي كلمة واحدة، وهي كلمة واحدة، وهي كلمة واحدة، هاد الوزارة فاسدة، هاد الوزارة فاسدة، وهي كلمة تانية، وهي كلمة تانية، واخا تقطعت هانية، واخا تقطعت هانية، وهي كلمة ثالثة، وهي كلمة ثالثة، هاد الحركة ثابتة. السلام عليكم ورحمة الله مدام حياة انفيرميير شاف او ديبارتمون دو ميديسين. خرجت اليوم نحتج مع الزملاء ديالنا بسبب تماطل وزارة الصحة عن اساليب الترقي بالنسبه للممرضين، خصوصا بالنسبه لامتحانات الكفاءه المهنيه اللي عملنا هنا كل 6 سنوات، في حين بالنسبه للاطباء كل 4 سنوات. وفي نفس الوقت نحتجوا عن التعويض عن الاخطار المهنيه. احنا عارفين بان العدوى هي، ولكن التعويض عن الاخطار المهنيه ماشي هي. طبيب ياخذ اكثر من الممرض، هذا لا يعني اننا ضد الطبيب، ولكن احنا كنصابوا بالعدوى، لان العدوى ملي كتجي ما كتسولش هذا واش طبيب اداري ممرض او مساعد العلاج. العدوى هي والتعويضات ماشي هي. بطبيعه الحال جلست النقابات مع الوزاره، هذا لا يعني اليوم اللي خرجنا احنا كحركه، هذا لا يعني اننا ليس نقابيون، بالعكس نحن نقابيون، والنقابه هي من اطغتنا سابقا، ونحن مناضلون في كل النقاب في جميع النقابات، وقفه معنا جميع النقابات، ولكن النقابه تلعب دور الوسيط، النقابه حاولت ولكن اخفأت. في نفس الوقت احنا خرجنا نحتجوا على المطالب ديالنا. يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول، يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول، الأخطر هي والتعويضات ماشي هي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب المصدياني، تقني أشعة وعضو المكتب الوطني للممرضين وتقني الصحة بالمغرب. هذه الوقفة جاءت بناء على البيان الإقليمي لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب فرسلة، من أجل أولا أن نقول بصوت واحد وبصوت مرتفع أن الممرض المغربي وآلاف الممرضين وتقني الصحة بالمغرب لم ينصفوا ولم تحقق مطالبهم العادلة والمشروعة. جئنا نقول بأن الممرض المغربي وتقني الصحة ما زال يعاني من الحيف والإقصاء، ويتم اتخاذ بروباغندا إعلامية للأسف من طرف وزير الصحة على أساس أنه تم إنصاف آلاف الممرضين، ولكن الحقيقة غير ذلك، أن الممرض لم ينصف نهائيا. نحن الآن اليوم في صدد إحياء هذا الحراك التمريضي، بعدما رأينا بأن جميع الحوارات الاجتماعية الدائرة في دوالب وزارة الصحة وجميع الجلسات الاستشارية الآن التي تدور من أجل مناقشة مجموعة من القوانين، مجموعة من مراسم القوانين، مجموعة من النصوص التنظيمية الخاصة بالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية، أنه لا تتناسب مع تطلعات الممرض المغربي وتقني الصحة، وتتضمن مجموعة من الإجهاز على المكتسبات الخاصة بالممرضين. جئنا اليوم لنذكر بالمطالب العادلة والمشروعة، بالمطالب الأولية للممرضين، والتي تتجلى أساساً بمطلبين جوهريين: الإنصاف في التعويض على الأخطاء المهنية، وتحسين شروط الترقي. هذا الإنصاف في التعويض على الأخطاء المهنية هو واحد المطلب اللي عمر أكثر من 12 سنة، وكان من بين الأولويات، ولكن للأسف وفجأة تذيل هذه المطالب ولم يعد يسمع له خبر، وبالتالي جئنا لنذكر هذا المطلب لأنه يملك من الحجية القانونية ومن المشروعية ما يبرر أن نناضل عليه. فالممرض الآن وتقني الصحة يتقاضى فقط 1400 درهم بتعويض على الأخطاء المهنية، في حين أن فئات أخرى من نفس القطاع تتقاضى من 3000 درهم إلى 6000 درهم. هذا الفرق الشاسع في التعويض على الأخطار
فهو غير مبرر وغير مفهوم ويتضمن من الحقرة والتحقير الكبير. ونحن نقول بأن الخطر لا يميز بين الفئات، خطر واحد تعود واحد، وبالتالي نطالب بشدة أولا بتعديل المادة 23 من القانون 17535 الخاص بنظام التعويضات وإدراج هذا التعويض في إطار هذه التعويضات والرفع منها حسب الدرجات على غرار مجموعة من الفئات الأخرى. المطلب الثاني والذي لا يقل أهمية على المطلب الأول والخاص بتحسين شروط الترقي، فشروط الترقي للأسف فهي بطيئة وبطيئة جدا. تصوروا أن الممرض المغربي من أجل أن ينتقل من درجة إلى درجة يلزمه 14 سنة، يعني 14 سنة اللي هي واحد سنوات اللي هي كثيرة، وهذا شروط الترقية التي نخضع لها نحن الممرضون في الصحة فهي رجع إلى مجموعة من المراسيم مرسوم ديال 2005 الخاص بشروط الترقي في الدرجة والإطار، وأيضا واحد المرسوم ديال 1963 الخاص بشروط الترقي في الرتبة والدرجة. ونحن نطالب اليوم بتحسين هذه شروط الترقي وفي إطار هذه الصياغة الجديدة لمجموعة من القوانين وفي إطار صياغة النظام الأساسي لمهني الصحة في المجموعة الصحية الترابية يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار شروط الترقي، بحيث نحن مطالبنا فهي أن يتم اجتياز امتحان الكفاءة المهنية في 4 سنوات عوض 6 سنوات المعمول بها حاليا، أن يتم المرور من درجة إلى درجة في 8 سنوات على حد أقصى عوض 14 سنة المعمول بها حاليا، وأيضا نطالب بإضافة درجة أو درجتين فوق الدرجة الاستثنائية. هذه هي جل المطالب، وهي المطالب اللي فعلا عادلة ومشروعة، ونحن نتخوف وخوفنا الكبير هو أن يتم مرة أخرى إقصاء الممرض المغربي في خضم هذا الزخم ديال هذه القوانين وهذه مشاريع القوانين وهذه المراسيم اللي كنشوفوا أنها تصاغ بواحد الطريقة كنحسوا بواحد شوية ديال الكولسة. وبالتالي نحن سنستمر في النضال وسنستمر في هذه المطالب إلى حين تحقيقها إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.